توعية الأولاد بأحكام البلوغ. البنت لما تكبر مثلا وتجيب لها العادة الشهرية، مين اللي هيعرفها موضوع الاغتسال وهذه الأشياء؟ أمها، ولا تستعين بصديقة ولا شيء. ابنك مثلا لما يكبر ويبقى عنده احتلام ولا أي شيء، مين اللي هيعرفه إنه وصل لمرحلة البلوغ وإن في حاجة اسمها الاغتسال وإن الأمور ما ممكن يحتلم ولا يغتسل؟ ممكن تلاقيه ماسك مصحف وبيقرأ فيه ومش عارف، ولا بيصلي واصلا صلاته غير مقبوله لانه على احتلال، او يحتلم ويتوضا وينتهى الامر. مين اللي هيعرفه هذه الاشياء؟ هو المفروض ان احنا كمسجد يكون لنا دوره شرعيه للشباب نوعيهم بهذه الامور في الحقيقه، بس ان شاء الله يعني في المستقبل نقوم بها. لكن ريثما المفروض ان الاباء يتكلموا، ما فيش حياه في هذه المساله. دي احكام شرعيه بتترتب عليها احكام شرعيه اخرى، صح ولا لا؟ يعني مش معقول مثلا البنت مثلا تبقى مش عارفه ان لازم يبقى الاغتسال من بعد العاده مثلا، او الولد لازم يبقى عارف انه الاغتسال لابد مثلا لما يحتلم ولا شيء. ممكن البنت تمسك مصحف وتقرا وما شفناها يعني ايه حائض تقرا قران ولا ما تقراش، ولا تمسك المصحف ولا ما تمسكش، ولا وكذلك الولد لما يبقى محتلم ولا. فهذه الاشياء لابد منها، يبقى الاهتمام بعملية الأحكام بتاعة البلوغ وما يترتب عليها، وأنه أصبح مكلف أمام الله سبحانه وتعالى. سن التكليف عندنا مش 18 سنة، 18 ده قانون إيطالي، وربما حتى القانون في دول في بعض في كثير من دولنا العربية ما فيش اللي هو ده حياة أخرى. إنما سن التكليف ممكن يبقى عنده 12 سنة ومكلف، أصبح مكلف بالصلاة وكذلك البنت وكذا وكذا. إن عملاء على طالما وصل البلوغ فأصبح مكلف أمام، اسمه مكلف أمام الله سبحانه وتعالى، ومكلف أمام المجتمع، ومكلف في الشريعة الإسلامية، وأن الصلاة هو اللي مسؤول عنها، صيامه هو اللي مسؤول عنه، وإنه أنه لا تزر وازرة وزر أخرى. حتى لو ما صلاش أنا مش هتحاسب عليه بعد البلوغ، لا تزر وازرة وزر أخرى. المهم بس ما تكونش تقصرت معاه في المرحلة التي قبل الإيه؟ التي قبل البلوغ. إنما طالما بلغ خلاص أصبح مكلف كما قلنا. وتحكي له قصص يعني ايه ما 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 لانه ممكن يوصل 18 19 سنه ولسه عنده العقليه الطفوليه انه لسه طفل، عشان المجتمع عاوزه كده. لا، احنا كمسلمين انه وصل لسن التكليف وسن القياده منذ سن البلوغ، واحنا عندنا كثير مثلا من الامثله في شريعتنا وفي تاريخنا الاسلامي كانوا قاده في هذه الايه في هذه السن. ان استطعت ان تحكي له عن بعض من هذه النماذج يا ريت. عندنا مثلا سيدنا الأرقم فتح بيته للنبي صلى الله عليه وسلم وكان عنده 16 سنة. سيدنا زيد بن ثابت الرسول صلى الله عليه وسلم لما هاجر للمدينة كان عنده 11 سنة، زيد 11، وكلفه الرسول صلى الله عليه وسلم أن يتعلم لغة اليهود وأصبح مترجم الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. أسامة بن زيد أنتم عارفين أن الرسول كلفه يكون قائد الجيش وعنده أقل من 20 سنة، وفي رواية أنه كان عنده 17 سنة. ده ممكن دلوقتي يكون عيل من عيالنا عنده 17 18 ولسه بياخد مش 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 حتى مصروف، ده ممكن يكون حتى لسه عنده العقليه بتاعت الولد اللي هو عنده 7 8 سنوات. سيدنا معاذ بن جبل شهد بدرا وعنده 20 سنه. محمد الفاتح انتم تعلمون فتح القسطنطينيه وعنده 22 سنه. محمد القاسم فتح بلاد السند ده ناحيه الباكستان وكان عنده 17 سنه، وكان من كبار القادة العسكريين في عصره. يعني دي نماذج، مش بنحكي كده في 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 في, في اوهام وخيالات. عبد الرحمن الناصر كان حكمه هو فترة العصر الذهبي في حكم الاندلس اسبانيا والبرتغال، وكان عنده في الوقت ده 21 سنة، 21 سنة مش 81 ولا 90 سنة، لا دي كلها نماذج. فلازم نعرفه ولازم نفطم الاولاد نفسيا، حاجه اسمها الفطام النفسي، زي ما بتفطمه وهو صغير عن صدر والدته، فلا بد وان يفطم نفسيا لما يكبر، تفطمه يبقى تعلمه الاستقلال الذاتي وتحمل المسؤوليه، وتخليه يسير في ضروب الحياه الوعره، يشق حياته منذ الصغر، تعلمه هذه الامور، وتراقبه من بعد، وتاخذ بيده لو سقط وتعلمه مره اخرى، وهكذا. دي الوصية الـ 11، ساعد ابنك المراهق على الفطام النفسي وتحمل المسؤولية. الوصية الثانية عشرة والأخيرة، لا تبالغ في رد فعلك إذا أخطأ أحد من أبنائك. ما تبالغش في موضوع العقوبة، واحرص ألا تكون العقوبة أكبر من الخطأ الذي ارتكبه.
فأنت تريد الإصلاح لا الانتقام، أنت بتحاول تصلح مش بتنتقم، إيه مش بتنتقم منه. وتذكر أن من الطبيعي أن يخطئ شاب أو ولد، يعني ما تذكر نفسك أنت في سنه كنت ممكن كنت بتعمل مصائب أكتر منه، فتذكر. ولها الرسول صلى الله عليه وسلم جعل الشاب اللي هو ينشأ في طاعة الله مع الذين ظلوا الله في ظل يوم لا ظل إلا إيه إلا ظله. يعني معنى ذلك انه يعني من الصعب ان هو دايما يكون على صراط، يعني هيخطئ، ما مش ملاك، كل ابن ادم خطاء وخير الخطائين التوابون. والرسول صلى الله عليه واله وسلم كما روى الامام احمد في المسند يقول ان الله لا يعجب من الشاب ليست له صبوه، يعني ليس له خطا، يعني ما فيش شاب مش هيخطا، يعني الخطا وارد وموجود وهيخطئ، فانت بيكون العقوبه على قدر ده اسمه فن تربوي ومهارة تربوية، امتى تعاقب وتعاقب كيف وبالزاي وبالرفق وباللين وبالحوار وهكذا، والاستبار والدعاء. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ أولادنا وأولاد المسلمين وأن ينبتوا نباتا حسنا ونجعلهم من الذرية الصالحة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.